مرحبا بك عادل. وبك أكثر أخوي، جاية من جمعة توب معتمدية في آخر الحدود التونسية والجزائرية من ولاية قبيلي. من عمري 6 سنين 7 سنين كنت نطمح باش نجي للترجي نشوفه مرة واحدة قدام تجيني الموت، يعني على خاطر الترجي كانت تمثل لي ياسر حوايج. الترجي كنت يعني حتى في الحلم ما تجينيش. ونحب نشكر في هذا السياق، نحب نشكر يظهر لي في ماتش مباراة الدربي الإدارة قامت معك بالواجب واستدعتك، وفت أكثر من الواجب صراحة، نحب نشكرها. وترجي عملوا لك مفاجأة يظهر لي الإدارة. مفاجأة بصراحة ما كنتش نصورها شنو الصراحة. اللي عملوا بالضبط معك؟ احكي لي. عملوا حال سامي قديش تتكلم في يعني. بالي بعثوا لك زوز ساكر تاع الطيارة، جيت أنت وخالك ها جيت كمان. الحمد لله، يعني جيت نحب نشكرهم على حسن الضيافة، فرحوا بينا الحق ووفروا كل شيء والحمد لله على كل حال على نعمة الترجي. هذا كما نقول يعني فرحان انت، فرحان المهم تنطير انت فرحان، هذاك تنطير يعني تنطير صحيح. معاش تو غدوة ان شاء الله مباراة ان الديربي شاء اشتراها الله ان شاء الله، باش تكون حاضر في رادس ان ان شاء الله. شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله مشيت للبود للمغازة بتاع الترجي، مشيت الترجي ستور، شريت هيك مشيت شريت شو تقول جمهور الترجي اللي يشوف فيك في اللي في الابعاد كيفك انت، معناتها بعيد عن الترجي ويحب ماذا بيها. نحب نقول لهم حتى شيء ما تأيسوش، وواحد وقدرة ربي اللي بعيد يعني كان يتمنى بحول الله يجاه بحول الله. الترجي عايد والترجي كيف يتشكر عضو من الناس كل تلبي الدعوة وتساعده، والحمد لله على كل حال على نعمة الترجي. هذا كما نقول يعني نحب نشكر إدارة الترجي بصفة عامة وأهل يعني أصحابي يعني في برشا اصحابك من فيسبوك زاد عاونوك. يرحم والديهم، وياسر تفاعل وياسر ما شاء الله بصراحة، ربي يبارك لهم وإن شاء الله يكون مثواهم الجنة على التفاعل. يا اخويا ماهيش مزيه، حابب تعرف اللي ماهيش مزيه، أي حرات ومحبه الترجي، الترجي كبيره والناس الكل تحبه، ومن حق اي واحد في كامل تراب الجمهوريه اللي يمشي يحضر للترجي ويشوف الترجي قدامه، ماهيش مزيه، صحيح فهمتني خويا؟ صحيح. ومرحبا بيك وبك أكثر ان شاء الله مربوح. إن شاء الله. طبعا احنا موجودين في نزل الحديقه نتاع الترجي، هاي انت صحيح بايت من البارح هنا، من الباب شكون لقينا كي دخلنا قاعدة؟ سي معز تحب مرحبا تمشي سيدي. تتصور مع معز؟ هاي هاي نمشي نتصور مع معز.